السلام عليكم. اليوم نبي نسوي شيء بسيط اللي هو العداد انيميشن، نفس اللي يتسوى ببرامج الافتر افكت والبريميوم، بس انه عن طريق البلندر. اليوم الدرس رقم 45 ان شاء الله، ونبي نشرح عن قائمة جديدة اول مرة نشتغل عليها. اول شيء بنعدل على اعدادات الكيوب، بنخليه بالشكل هذا، وبعدين خلونا بفعل لكم اللي هو علشان تشوفون الكي واضح في الشاشة. طيب اضغط ان، ممتاز. الان نجي هنا نضغط شيفت اي ونجيب بلين. البلين تبي تجي فوق الكيوب، ممتاز. هذا البلين جاء فوق الكيوب، نبي نرفعه شوي بالشكل هذا. نبي نروح لما المودلينج ونبي نحذف البلين، بس مو يعني ما راح نحذف البلين نفسه، نبي نحذف الفيرتكس حق البلين. نضغط ديليت ونختار فيرتكس، ديليت فيرتكس. بقت نقطة هنا، لاحظ ان البلين ما زالت موجودة، ممتاز. الان هذا اللايت، هذا البلين، فالبلين ما زال موجود. نروح لما اللي هو الجيومتري نود، هذه اول مره نشتغل عليها. هذه طبعا تستخدم باشياء كثير معقده بالفيزيكس و الى اخره، نبي ننزل عنها شروحات كثيره ان شاء الله، لكنها مفيده. نبي نضغط نيو، طبعا محددين بلين، نضغط نيو ثم تشيل الخط هذا، تضغط كنترول من الكيبورد وبالفارها الزر اليمين ويطلع لك السكين هذا، تقص الحبل. تضغط شيفت اي وتضيف الاشياء اللي ابوريك اياها الان كلها كامله. تضيف شيء اسمه فاليو تو سترينج، نبعد هذا شوي من هنا، وتضيف الشيء الثاني اللي هو السترينج تو كيرفز اللي هو هذا، وتضيف اللي هو الفيل كيرف اخر شيء. نضيف شيء اسمه الريلايز، شيفت اي اللي هو هذا، ممتاز. بعلمكم الان وش فايدتهن. الآن نشبك هذول ببعض، string مع string والكيرف مع الكيرف. هذول اللي خلنا بوريكم الآن شيء هنا. الآن لو حطيت هنا الجيومتري طلع الصفر، طلع الصفر هنا، ثم تلاحظون هذه ايش فائدتها الثنتين هذولي. هذولي يسوون بروز للرقم هذا، العداد اللي احنا بنسويه بدونه ما تقدر تسوي بروز. فنضيف هنا ثم نمشي هنا، لو تبي تلاحظ ان العداد شغال، يشتغل العداد هنا. تضغط جي من الكيبورد وتعدل المكان. بالسترينج تو كيرف هنا تعدل على السايز وتعدل على بعد الحروف عن بعض، كل هذه تخص اللي هو نفس الرقم هذا. الان بنغير الخط، نضغط اللي هو الفولدر هذا يفتح لك الخطوط، اختر الخط اللي انت بي. خلنا بنختار الخط هذا، شوف الان الرقم، اخترنا الخط هذا تغير، ممتاز. هذا لنفرض ان هذا الخط اعجبك. الآن نبي نسوي بروز لنفس الرقم، نبي نسحبها هنا، ممتاز. نروح لما الموديفاير، نضيف السوليديفاي هذا، تلقى شيء اسمه ثيكنس، ممتاز. هذا الثيكنس
تعدل على الثيكنس ويرتفع. الآن قدرنا نسوي بروز. اللي تو قلت لكم عنه طبعا لازم تضغط هنا فوق عشان ترجع القائمة هذه. لو شلت من القائمة هذه وشبكت مباشرة هنا، طبعا هنا الاوتبوت هنا الانبوت، يعني هنا الدخول هنا الخروج. لو تبي تلاحظ راح الكيرف، ما في كيرف حتى وانا مسوي ثيكنس هنا، ما راح يجي لما انت تضيف الفول كيرف. خلينا بنفصل هذه، تضيفها هنا الفيل كيرف وتضيف الريلايس يجي البروز. فضرورية الخطوة هذه. طيب تختار البروز اللي انت بي بالشكل هذا ونحدد. تلاحظ انه العداد شغال معنا تمام من الفاليو اللي هنا. تجي تشبك الفاليو من الفاليو مو من هنا، طلع الفاليو حط الفراغ هنا يعطيك فاليو تو فاليو، يطلع لك هنا خيار الفاليو. لو شلنا الفاليو من هنا ما راح يتحكم هنا، ما راح يشتغل. لكن لو شبكناها مع بعض تلاحظ انه هنا بدأ يشتغل. وبعلمك ليش شبكناها هنا. الان قضينا من الخطوة هذه، هذه فقط الادوات اللي تضيفها. نرجع لما اللي اوت هذا الرقم، نرفع التايم لاين، نبي نحط انيميشن. فوش نسوي؟ نقول نرجع للفاليو اللي هنا، نقول الفاليو هنا صفر، وبعدين تحط اللي هو شو اسمه الكي نهانت صفر، ونبي نحط الى 100 ونكتب هنا 100 ونحط كي ينور هنا. فالان لو شغلنا بتلاحظ انه يشتغل مظبوط، ما في اي مشاكل. ممتاز. الان خلصنا الخطوه الاولى، الان نبي نضيف بعض الاشياء اللي تجمل لك الشكل. الان نبي نشوف المية ونوسط الكيوب. الان نروح لما المودلينج احنا مختارين الكيوب، ونبي نضيف خط بالنص. احنا نعلمكم ليه لوب كات، بعدين نحط خط بالنص، بعدين نختار النقطة هذه ونسحبها كذا كتجميل للشكل فقط لا غير بالشكل هذا. نرجع للي اوت، نصغر من اس من الكيبورد ونصغر على نفس المقياس بالشكل هذا. الان نشغل ممتاز. نبي نضيف بلين، شفت اي بلين تحت، نكبر الان. نبي ننزل البلين شوي بالشكل هذا. الان نضغط على الكيوب ونروح للشيدنج عشان نضيف له تأثير. خلنا بنحط تأثير احمر، نحط هنا انيميشن. نبي نحط كيوب تحت، نصغره هذا الكيوب. احنا بنجيب الكيوب ونبي نحطه تحت هنا. ممتاز. احنا نحط كاميرا، نروح لم كاميرا من هنا، نضغط جي من الكيبورد ونعدل الكاميرا، وبعدين من اعدادات الكاميرا تبعد العدسة شوي وتضغط على الكيوب هذا وتخليه بالنص. الان بخلي الكيوب انا ينور حتى يوصل الى 100%. فنجي لما صفر ونروح لما شو اسمه الله الماتيريال نيو،
بعدين من السيرفس نختار ايميشن، نعدل بعدادات الرندر من هنا عشان يبرز ينور. ممتاز. الآن نرجع ونحط نقطة هنا، وعند 100% نبي نرفع الإضاءة بشكل هذا، وتحط نقطة ثانية. الآن لو شغلنا لاحظوا شلون يزيد. طبعا إذا شفت انه سبق ابعد شوي النقطة حقت الإضاءة، تلاحظ مثل كذا. ممتاز. الآن نضغط على الأرضية ونعدل بالأرضية، نغير لونه، نعطيها انعكاس شوي من الرفنس، نشغل الآن، نسوي ريندر. ممتاز. فهذا باختصار وشلون تسوي عداد وشلون تخليه يتفاعل الكيوب معه. طبعا في اكثر من طريقة لكن هذه الطريقة السهلة، وانت عاد باحترافيتك تقدر تضيف اشياء تعطيها اكثر واقعية. اذا تبي تضيف فرضا خامة معدن اللي هي الميتال على الخلفية بيطلع اجمل اكيد واكثر واقعية. لكن ما ودي اطول عليكم انا عشان اوريكم بس وشلون تسوون هذه الخاصية. اي استفسار ان شاء الله اسألوني عن طريق التعليقات او في حساب بتويتر. والله يعطيكم العافية.